ازيكم، اخباركم؟ عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. معكم ايد حسين وفيديو جديد. تقريبا بقالي شهرين او يمكن شهرين وشويه يعني مش بعمل رياكت، ولما بعمل مثلا فيديو في وسط الشهر كده، وده مش عشان حاجه يعني، انا بصراحه بحاول اقلل من الرياكت على قد ما اقدر، كفايه يعني اللي خدناه منه. وكمان مفيش حاجه بتشجع اصلا، لا انتوا بتعملوا لايك وشير للفيديو ولا اي حاجه. واحد فرحان دلوقتي هيطلع يقول لك طب هو انت بتكمل يعني او هتكمل يعني عشان المشاهدات واللايكات والشير والكلام ده؟ ايوه طبعا، امال هكمل عشان ايه؟ عشان حبكم ده على راسي. بس هو فين؟ هو فين؟ معنى انك بتحبني يبقى حابب ان انا اكمل. فلما تبقى بتحبني وحابب ان انا اكمل هتعمل لايك وشير. فلو انت بتحبني وحابب ان انا اكمل واستمر في المحتوى ده اعمل لايك وشير، سهله خالص. زي ما انا بحبكم وبتعب وبعمل فيديو ومنتجه ويطلع عين اهلي وانزله في الاخر، يعني اقول لك ايه، ما بيجيبش حق قعدتي بس في الاضاءه. فخلينا من البدايه متفقين كده، يا ريت تنزل تعمل لايك وشير للفيديو، عشان فيديو النهارده انا مجمع لك فيه اسوأ او ازبل او اهبل او اقرع في اقرع دي. المهم يعني جايب لك اسوأ حاجه ممكن تشوفها في التيك توك، جايب لك كوكتيل هيفقع لك المره. وتعالوا نخش نشوف اول فيديو. ايوه ايه ده؟ انا والله ما قادر اضحك عشان انا عامل ريجيم وبطني بتوجعني. هو ده اغراء ولا اخراء؟ عايز افهم بس ايه اللي انت بتعمليه ده. طب نكمل، يمكن هتعمل شقره باص ولا حاجه. اعوذ بالله من الخبث والخبائث، ده انا لو قاعد على قعده الحمام مش هيطلع لي المنظر ده. الفيديو اللي بعده بسرعه. هاي جايز، عاملين؟ بدل بدل عمالنا بقالنا فترة ما تكلمناش مع بعض. ايوة انا اصلا مش عايز اكلمك وما حسيتش بغيابك الحقيقة. ما طلعتش سوري بقى الحباية اللي طالعة، مش عارفة ليه. مش عارف ليه صحيح، المفروض الحبايات دي بتطلع للبني ادمين لكن للشمبانزي لا. بس ما علينا، هنعديها يمكن حد لعب في الجينات. كملي كملي. المفروض ما تطلعليش اي حبايه خالص لان انا فرحي قرب. فرحك؟ قلت ايه تاني؟ معلش قلت عيدي تاني كده. فرحي قرب. فرحها قرب وانتوا قاعدين بتتفرجوا عليا. فرحها؟ طب يعني لقيتي حد من قبيلتك طيب، ولا العريس اعمى طيب وانتوا مخبيين عليه، ولا عامله له عمل، ولا ايه بالظبط؟ حابه كل الناس تقول لي الف مبروك لان انا فرحي اول ما ارجع مصر. خليكي بره مصر، الله يرضى عليكي ويعملي فرحك بره مصر. المشكله مش هيتم يعني، اعمليها بره مصر وخلاص. هعمل فرحي كله معزوم، فالعريس مفاجئ. مفاجئ؟ العريس مفاجئ مش خبر مفاجئ؟ ماشي. ف محدش ياخد باله بقى من الحبايه وكده. ايه الضحكه الصفرا دي؟ اسوأ ضحكتين سمعتهم في حياتي، انتي واحمد زينب. انتوا ايه يا جدعان؟ ايه السماجه دي؟ فانا عازمه كل الناس، حبايبي واخواتي. انتوا مش فانزاتي، انتوا اخواتي. فعازمه كل الناس. اخواتك بقى يقولي ان شاء الله اول ما ارجع مصر هيبقى ايه؟ فرح سندريلا مصر. I love you. باي باي. كمية سماجة طالعة من الفيديو ما شاء الله. انا مش هكمل الفيديو ده. حرفيا مش عايز اكمل. ايه ده انت؟ ايه الطاقة السلبية اللي طالعة من الفيديو ده؟ ما علينا، نخش نفرفش شوية. خفوا شوية نفسنا ياللي جيت عليا انا. طب انت موتر على فكرة، الكائن اللي انت حاطه على كتفك ده ايه ده؟ لو نقرك نقر على قرعتك الحلوة دي ويسبب لك خرم القرعة بتاعتك دي. مش ضعف مننا بس يخاف عليكوا. انا عايز افهم بس، انت لسه بتاكل ستروكس؟ الناس بتشربه وده بياكله. ما تعقل يا حاج بقى، كسفة عيالك لما يشوف الفيديو. ما علينا، الفيديو اللي بعده. دنيا هاتي موزة يا بنت يا موزة. ايه ده؟ هاتي موزة يا بي. هو بيقول لك هاتي موزة مش هاتي صدر. ايه ده؟ يعني ايه اللي انت بتعمليه في الفيديو ده؟ هو بيقول لك هاتي موزه، يعني الاغنيه بتقول هاتي موزه، لكن انت بتصدريهم على طول كده. نسيت. ما اول رفعه كده جابت 10,000 لايك، الرفعه الثانيه بقى جابت 50,000 لايك. كملي، اكل العيش مر فعلا. دي حاجه في راس من الفرس دي بقى ب 50,000 لايك لوحدها. مش بعاكس بس حقيقه. ايه ده؟ بتعيدها تاني عشان تاخد 50,000 لايك كمان. انتي طماع. 50,000 فعلا مش هيكفوك. انا عارف كلايك عشان الناس اللي دماغها بتروح لبعيد، انا عارف. الفيديو اللي بعده.
I'm on my knees when I'm begging, cause I don't wanna lose you. ايه يا حاجة اللي انت بتعمليه ببقك ده؟ حاجة ايه بس؟ اختي. انت اللي ازيك يا حاجة؟ المفروض بيبقى قاعد مثلا بيعمل عمرة، بيصلي ركعتين لاخرته، بيعمل حاجة لاخرته، انما اللي انت بتعمليه ده لشاب مراهق عنده 17 سنة. الله يا حاجة الله. وسلموني على ايدي. ايه انا مش شايف غير ان انت ترقص الرقص ده او تغني الاغاني دي. بس الاهم، اهم نقطة اشكرك عليها، يعني الحقيقة حجابك اللي انت يعني لابساه برضو وانت بترقص. الله على الايمان والتقوى. ايه ده؟ ده عجل بيفرفر من الجزر وهو بيتبح. طيب بقيت الفيديو بقى اللي جاي ده مش حابب، لو في اطفال يعني، لو في اطفال بتتفرج على الفيديو مش حابب ان هي تكمل معانا الفيديو، عشان الفيديو الجاي او الفيديوهات اللي جايه ديت هيبقى فيها حاجات مش كويسه بمعنى اصح. فاطلع من الفيديو احسن لك، وكفايه عليك كده يعني. اعتقد ان يعني ضحكت، ما تبقاش طماع بقى، وتعالوا بقى نخش نشوف القرف ده. بس ولا زلزال ولا خيال، انت مش عايزه اي حاجه من الحاجات دي. انا عرفت انت عايزه ايه، ده طلبك صح؟ وليه طلعت ترقصي بالبراه؟ كملي كملي. يلا وراك عينا ورايا دي جيوش. طب تفتكري الجيوش اللي وراك ديت عايزه منك ايه؟ ما اكيد في مقابل للكلام. انت هتلاحق على مين ولا مين يا بنتي من الجيش؟ ده قائد الجيش لوحده لازم انت توصي بيه. الكلاب انا عندي وحوش، دي جبنا دي فيها خرطوش. خرطوش كده؟ انت عايزه ارباجيه؟ اه والله. طب يا جماعه نتكلم كلمتين بجد، هو دي رساله، وفي نفس الوقت انا عايز افهم حاجه. لما حنين حسام جوه، ما لناش دعوه بمواد، عشان المواد كانت قريبه من دي برضو يعني ما شاء الله عليه. حنين حسام يعني ما علينا، كانت بتطلع تعمل فيديوهات وكل حاجه، لكن ما كانتش بتطلع عريانه كده. ازاي دي بقى في السجن ودي مش في السجن؟ انا ما عنديش مشكله، خلاص حنين حسام يعني ربنا يتولاها في اللي هي فيه وربنا معاها، خلاص هي موجوده في السجن. دي ليه بقى بره بجد؟ وفي كذا واحده، في بنات كتير جدا في التيك توك، والمفروض ان هم يبقوا في السجن مش في التيك توك خالص. فيا ريت يا ريت يعني لو حد من المسؤولين الفيديو ده وصل له، عايزين نفهم بس السبب يعني. هل دول مثلا بيصدروا طاقه ايجابيه للشباب فانتوا سايبينهم مثلا؟ يعني شوفوا بقى، شوفوا. ازاي ده سيشن تصوير لبنت مصريه ايا كان مسلمه مسيحيه ايا كان ايه ديانتها، بس ازاي السيشن ده ينزل عادي كده صدرها كله بره؟ انا هتكلم بقى يعني، انا قلت للاطفال تطلع، فانا بتكلم دلوقتي مع عقليات قدي، انا عايز افهم واكبر مني طبعا وكله على راسي، بس انا عايز افهم ازاي السيشن ده يبقى ينزل على صفحه سواء نازل باذنها او مش باذنها، بس طبعا نازل باذنها لان هي عامله اكونت اصلا وعامله تيك توك وبتنزل عليه حاجات زي ما انتم شفتوا كده. ازاي دي بقى بره السجن وحنين حسام وامثالها يعني من الناس اللي بتعمل فيديوهات بس بطريقه محترمه، يعني هنقول عليها بطريقه محترمه بعيدا عن الرقص اللي هما كانوا بيرقصوه والكلام ده، لكن مش عريانين بالطريقه دي، مش صدرها بره ولا مش عارف ايه، بطنها باينه وتطلع ترقص بالبرا والشباب المراهق يخش يقول انا هعمل لك 1000 اكسبلور واعمل لك 1000 لايك، بس ارقصي لي مثلا على اغنيه مش عارف ايه والبسي لي مش عارف ايه. انت داخل موقع فتكات؟ انت بتقول ايه؟ وبس كده يا جماعه، والى هنا وصلنا لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبك تعمل لايك وشير ما تنساش، وتعالوا بقى نختم الفيديو بتاعنا بحاجه نظيفه وتنظف مرارتنا واللي احنا شفناه ده كله هو الفيديو. الله عز وجل يقول: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. ثم يجادل الله فيقول: قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والنسيان هنا بمعنى الإعراض، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
وبس كده يا جماعه وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، اهم حاجه تعمل سبسكرايب. يا ريت تشوف القناه عشان خلاص داخلين على 300,000 سبسكرايب. ولو حابب تشوف الفيديو تاني ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو. وقبل ما اشوفكم فيديو جديد، اتمنى ان الفيديو ده ياخد حقه، واتمنى فعلا تقفوا معايا الفتره الجايه وعلى طول. ولو انتوا وقفتوا جنبي في اللايكات وفي الشير وكده ولقيت فعلا التفاعل ابتدى يرجع، صدقوني انا هطور كل حاجه من اضاءه وخلفيه ومايك، كل حاجه هظبطها. بس الاقي فعلا ان في حاجه تشجع ان انا اعمل كده. وبس كده، تصبحوا على خير واشوفكم فيديو جديد. سلام.